مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الرياضة في دقيقة. حلقة اليوم خصصناها للمنتخب البرازيلي اللي كشف عن برنامجه الإعدادي، والمغرب اللي كنتظروا ندوة الركراكي. المنتخب البرازيلي لكرة القدم غيخصص 5 حصص تدريبية بطنجة قبل مواجهة المنتخب المغربي في 25 من هذا الشهر في إطار ودي استعدادا للاستحقاقات المقبلة بكل من ملعب طنجة الكبير والملاعب الملحقة به. وسبق لرامون مينيز مدرب المنتخب البرازيلي على الفوق السابق على لائحة لاعبي سيليساو اللي غيواجه بها أسود الأطلس وديا. وعرفت لائحة مينيز غياب اللاعب نيمار بسبب الإصابة مقابل تواجد نجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس وروديريغو، مع حضور معظم اللاعبين اللي خاضوا نهائيات كأس العالم قطر 2022. في المقابل، وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم غيعلن الاثنين الجاي على قائمة الأسود لمواجهة المنتخبي البرازيلي والبيروفي. ترقب كبير بشأن اللاعبين اللي غتوجه لهم الدعوة، خاصة أن هناك بعض الأسماء مرشحة باش تلتحق بعالين الأسود لأول مرة بحال إسماعيل قندوش وعبد الله الريحاني. جدير بالذكر أن هذه المباراة هي الأولى اللي غيخوضها المنتخب الوطني بعد آخر مشاركة له في مونديال قطر 2022. حلقة اليوم سلات، نتلاقاو في حلقة جديدة.